لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. نوروا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد. أحبائي، الليلة هي ليلة ختام مجلسنا هذا. أسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بحسن العاقبة. ليلة عندنا حديث الكساء، وعندنا دمعة على الزهراء صلوات الله على الزهراء، وليلة 27 من شهر رمضان، وليلة جمعة. أنا أشوفها فرصة ما بعدها فرصة. لذلك الحديث ما راح أنطي وقت هواية. أحبائي وأكثركم حاضرين بمجلسنا من بداية الشهر إلى هذه الليلة، حديثنا كان في رحاب إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف. كانت كلماتنا أحبائي كلمات أولية، كانت محاضراتنا محاضرات أولية في الثقافة المهدوية. يعني كاستقراء استفادينا من هذه المعلومات المهدوية؟ لا صدق يعني عشنا في رحابها شوي. وهذه أحبائي هي ترى من واجبات المنتظر، من واجبات الإنسان المنتظر لإمام زمانه أن يهتم بثقافة الانتظار. وإن كان الكلام يحتاج تفصيل ويحتاج أكثر وأكثر بكثير مما ذكرنا، أنا وعدتكم أنه آخر ليلة نتحدث عن دور العراق في دولة الإمام صلوات الله عليه، مو هيك اتفقنا؟ إيه، راح نذكر رؤوس أقلام أيها الأحبة، لأن ترى هذا الموضوع يراد له تفصيل. شوفوا أحبائي المتتبع لي كلام المعصومين صلوات الله عليهم حول قضية الإمام عجل الله تعالى فرجه، يشوف اسم العراق يتردد دائما في هذه الروايات، يتردد في الروايات التي تتحدث عن عصر ما قبل الظهور، الروايات التي تتحدث عن التمهيد لظهوره، يجد اسم العراق لامعاً في الروايات التي تتحدث عن معالم دولة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يعني مثلاً أنت لما تقرأ في أحداث قبل الظهور راح تلقى اسم العراق واسم مدن العراق، تأمل لي اسم العراق وكثير من المدن مترددة على ألسنة المعصومين في رواياتهم بأبي وأمي. عندما يتحدث أهل البيت عن الابتلاءات اللي ذكرنا بعضها في الليالي الماضية، نشوف الحديث عن الإمام الصادق صلوات الله عليه
يقول وخوف شديد يشمل أهل العراق وجوع ذريع. وهذه روايات كثيرة يعني أنه أهل العراق يمرون بمراحل ابتلاء من خوف ومن جوع، وهسه هذه ممكن تقع ممكن وقعت، لأن الخوف والقتل واللي مر على بلدنا في السنين الماضية وحتى في هذه السنين ما أصور أنه ما يكون مصداق لهذه الأحاديث. لما يقول خوف يشمل أهل العراق وجوع شديد، تتذكرون أيام الحصارهم ها؟ تذكرون أو ما تذكرون؟ لا شون ما تتمنى تذكر زين. القتل ياما الحروب الدامية أخذت ما أخذت وتأخذ ما تأخذ اليوم، كثير من ناسنا ومن شبابنا ومن آبائنا ذهبوا ضحية الحروب. فنقرأ هذه الروايات أحبائي، مثلا نقرأ أن بغداد ذكر اسمها في الروايات، البصرة ذكر اسمها في الروايات، الكوفة كذلك، الموصل، تكريت، الأنبار، هيت، جلولاء، خانقين، الدجيل، عين التمر، واسط، ميسان، هذه كلها الروايات موجودة وذكر أن تجري فيها أحداث. أكو كتاب مجلد كبير اسمه معجم بلدان عصر الظهور، موجودة في هذه الروايات. أكو بحث مختصر إن شاء الله يطبع عنوانه العراق في خارطة الظهور، أكو بفصل من هذا البحث هو مدن عراقية ورد اسمها في الروايات، روايات المعصومين وأكثرها عن الإمام الصادق صلوات الله عليه. فهذه المدن تجري فيها أحداث قبل الظهور زين. فإذا قبل الظهور روايات كثيرة تناولت مدن العراق. تمهيد للإمام صلوات الله عليه، هناك رايات هدى تمهد لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وإذا تتذكرون في الليلة ذكرنا علامات الظهور، وذكرنا كيف أن اليماني والخرساني يسرعان إلى الكوفة مزامنة بمجيء السفياني إليها، تتذكرون فراية الخرساني واليماني خوب أهدى الرايات، ذكرنا هذا. وأكو روايات تذكر بعض الحركات، لكن من بين هذه الرواية أحبائي أقف عندها، الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول يدخل الإمام إلى الكوفة فيجد فيها ثلاث رايات قد اضطربت فتصفو له، فيأتي المنبر ويخطب في الناس فلا تسمع الناس خطابه من كثرة البكاء. هذه رواية في أمهات المصادر موجودة، فيها إشارات أيها الأحبة، إشارة أنه هناك ثلاث رايات قبل مجيء الإمام إلى العراق. هسه قد اضطربت، مرة اضطربت لكثرة قاعدتها الجماهيرية، هذا ممكن يطلق عليه اضطراب، ومرة لا اختلفت، يعني أكو اختلاف بوجهات النظر ممكن قبل مجيء الإمام، لعل بياناتها اختلاف، لكن الإمام صلوات الله عليه
طبعا ثلاث رايات يعني ثلاث قواعد شعبية أيها الأحبة بقادتها. الإمام الصادق يقول فتصفو له، يعني كلهم شنو؟ كلهم يجتمعون على بيعة الإمام، وكلهم بعد يأتمرون بأمر الإمام. فإذا معنى هذه الرايات هي تهيئ الأمر لإمام الزمان عجل الله تعالى فرجه. شوفوا أحبائي، يقول فيأتي إلى المسجد، إلى مسجد الكوفة، فيخطب. تفاعل الناس، تفاعل الناس مع الإمام، يقول فلا تدر الناس ما يقول من كثرة البكاء. أكو حالة انسجام مع الإمام، أكو حالة حب وتعاطف مع الإمام، قد ما أنه فرحانين بالإمام الذي يخطب بهم يبكون. يقول ما يسمعون صوت الإمام قد البكاء. فهناك حركات تمهد، ومثل ما ذكرنا أنه الجيش اللي يودي السفياني للعراق يبات قبل مجيء الإمام للعراق. العراق يبات، هناك أناس يمهدون للإمام في العراق. زين، إذا تجاوزنا هذا كله وإجينا إلى عصر الظهور أحبائي، كل الروايات العامة والخاصة تشير إلى أن موقع العراق هو موقع الريادة في دولة الإمام. أهل العراق هم قادة العالم في دولة الإمام. الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول أسعد الناس به أهل الكوفة، وأهل الكوفة كناية عن أهل العراق أحبائي، وإن كان الكوفة لوحدها كما تعرفون هي عاصمة الإمام صلوات الله عليه. الإمام اللي تتذكرون فد ليلة نحكي عن شمولية دولة الإمام، يملأ الأرض، الأرض الأرض كلها. فدولة الإمام دولة حاكمة على كل الأرض، عاصمتها هي الكوفة، فإذا عاصمة الأرض الكوفة راح تصير. أبو بصير يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه عن دار القائم ومجتمع المؤمنين، فقال دار ملكه الكوفة ومجلس حكمه جامعها أو مسجدها، جامع الكوفة، وبيت المال مسجد السهلة. هذه رواية، وإن كان عندنا رواية ثانية عن الإمام الصادق كأني به وبأهله قد نزلوا في مسجد السهلة، يعني دار الإمام هو وعياله وين؟ مسجد السهلة. هيك عندنا روايات. فقلت سيدي ويكون في الكوفة كل المؤمنين؟ قال نعم، إذا دخلها الإمام لا يبقى مؤمن إلا وكان بها أو يجيء إليها. وتود الناس لو اشترت شبرا واحدا في الكوفة. يقول الناس ذاك الوقت تتمنى لو مشتري شبر واحد بالكوفة. وتتصل بيوتها بنهر كربلاء. الإمام الصادق يقول، يقول الكوفة تتصل بكربلاء. هسه ذكرنا أنه مجلس الحكم يصير وين؟ في مسجد الكوفة. بعد مسجد الكوفة هو ما يسع المصلين، أنت تدري بعد إمام الجمعة والجماعة راح يصير الإمام، وبيوت الكوفة إلى نهر كربلاء، عاصمة العالم كل الكوفة. لذلك الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول ويبني مسجدا في الكوفة له 1000 باب. أما اللهم صل على محمد وآله.
اتوقع المسجد اللي إلى ألف باب إيش قد مساحته؟ تأمل وما تأمل لكثرة الناس التي تأتي وتأتم بالإمام صلوات الله عليه، سواء كان اللي ساكنين بالكوفة أو غير الكوفة. يعني إذا الله خلى هالوجوه الطيبة هذه لزمن الظهور وباكر جمعة والإمام يصلي جمعة، تروحون لو ما تروحون؟ ها؟ الناس تأتي من كل حدب وصوب. إن شاء الله إن شاء الله. فإذا أيها الأحبة، العراق له موقع القيادة والريادة في دولة الإمام، وقلت لك اقرأوا كتاب الغيبة للشيخ النعماني، اقرأوا كتاب الغيبة للطوسي، اقرأوا إرشاد المفيد، اقرأوا كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق وإلى آخره، اقرأوا بحار الأنوار جزء 52، اقرأوا هذه الروايات، روايات كثيرة وكثيرة تتحدث عن ذلك الموقع للعراق وأهله بدولة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. والإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: إذا ظهر قائمنا آل محمد أذهب الله عن شيعتنا العاهة، من أدركه وهو ذو عاهة برئ. إيش الرواية تقول؟ ماكو أمراض بعد، مو أذهب الله عن شيعتنا العاهة وجعل قلوبهم كزبر الحديد، وأعطى قوة الرجل منهم قوة 40 رجلا وهم يومئذ حكام الأرض وسنامها. وهم يومئذ حكام الأرض وسنامها. إذن أحبائي، لهنا تكون ختام أبحاثنا عن الإمام صلوات الله عليه بفهرسة سريعة. بدأنا برأي الأديان الوضعية المادية في آخر الزمان، تأمل، ثم الأديان السماوية، ماذا تقول اليهودية، ماذا تقول النصرانية، هذا الحكي يعني محاضراتنا السابقة، ماذا تقول مذاهب المسلمين السنية منها، ماذا يقول الشيعة في دولة الإمام صلوات الله عليه. أثبتنا ولادة الإمام بالروايات، تحدثنا عن غيبة الإمام ومعنى الغيبة، تحدثنا عن استفادة الناس من الإمام وهو غائب، عطايا الإمام للناس وهو غائب، تحدثنا عن إمكانية اللقاء بالإمام وهو غائب، تحدثنا عن علامات الظهور وعن أنصار الإمام وأصحاب الإمام وعن مواصفاتهم، وشيء من معالم الإمام، معالم دولة الإمام صلوات الله عليه، كيف ينشر الدين، كيف ينشر العدالة في المجتمع. تأملي، تحدثنا في ليلتين عن الرجعة كما تتذكرون، في ليلتين تحدثنا البارحة عن الحياة الاقتصادية في دولة الإمام صلوات الله عليه، ختمناها بموقع العراق في دولة الإمام صلوات الله عليه. أسأل الله تعالى أن يجعل مجالسنا مرضية عند إمام زماننا، وأن يكتب هذا في سجل أعمالنا وأعمالكم. وقبل أن نقرأ حديث الكساء الشريف،
نصلي على محمد وآل محمد ثلاث مرات بأعلى الأصوات. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء صلوات الله عليها أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: وعليك السلام. فقال: يا فاطمة، إني أجد في بدني ضعفا. فقلت: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة، ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه، وإذا بوجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة كماله وتمامه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل، فقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال صلى الله عليه وآله: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال صلى الله عليه وآله: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، نعم قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. عند ذلك أقبل أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام
وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم، إنه مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال صلى الله عليه وآله، وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، نعم قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. فأتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال صلى الله عليه وآله، وعليك السلام يا ابنتي ويا بضعتي، نعم قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. فلما اكتملنا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وآله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي وخاصتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم، يحزنني ما يحزنهم، إنهم مني وأنا منهم، إني سلم لمن سالمهم وحرب لمن حاربهم وولي لمن والاهم وعدو لمن عاداهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك ورضوانك وغفرانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله تعالى، يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمس الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل، يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال الله تعالى، هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. يا رب أتأذن لي أن أهبط لأكون معهم سادسا؟ فقال الله تعالى، نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال،
السلام عليك يا رسول الله. السلام يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك أني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم وفي محبتكم، وقد أذن لي أن أكون معكم تحت الكساء، أتأذن لي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل تحت الكساء. فقال لأبي رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا وغشيتهم الرحمة ونزلت وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم حتى يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. ثم قال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. ربي بحق أصحاب الكساء عليك نظرة رحيمة لمجلسنا. قلوبنا مليئة بالهموم والأحزان، كثير من الأمراض في المستشفيات في مجلسنا يسألونكم الدعاء هذه الليلة. ربي اغفر لنا في هذه اللحظات الذنوب التي تحجبنا عنك يا رب. انظر لمأتمنا نظرة رحمة ورأفة وقبول يا رب العالمين. نقسم عليك بعزيزتك الزهراء،
نعم أيها الأحبة، بكينا على علي وعلى الحسين وعلى بقية الآل في الليالي الماضية، نريد في هذه الدقائق الأخيرة أن نذرف دموعنا على فاطمة، على تلك المصيبة التي أبكت محاجر أهل البيت. أهل البيت ما ذكروا فاطمة إلا وجرت دموعهم. الإمام الصادق يوم من الأيام أحد أصحابه جاي يسلم عليه ويا بنية صغيرة، فقال لها سلمي على الإمام. الإمام سلم عليها قال له شنو اسمها؟ قال له فاطمة. وإذا الإمام دموع جرت على خده. وأما أمير المؤمنين علي، الله أكبر، اسمع اسمع رواية عبد الله ابن عباس. عبد الله ابن عباس يقول بعد 20 سنة، تأمل، 20 سنة من شهادة الزهراء، جالس مع علي في داره جلسة أحباب أصدقاء، فنظرت إلى شيبته المقدسة، قلت له سيدي أبا الحسن عهدي بك تحب الخضاب، أنت قبل كنت تخضب ما تخلي شيء بيطلع، لما لا تخضب؟ قال لا أخضب أنا حزين. قلت له سيدي وعلام الحزن؟ قال أنا حزين على فاطمة، أنا حزين على فاطمة. ذلك أيها الأحبة كان أمير المؤمنين يتعهد قبرها في كل ليلة، طبعا بعد أن تنام العيون وتهدأ الأصوات، لأن تدري الزهراء لما رحلت عن بيتها تركت أطفالا صغارا، كبيرهم الحسن 7 سنين، حسين 6 سنين، زينب 5 سنين، أم كلثوم 4 سنين، تصور الحالة. لذلك أمير المؤمنين ما كان يذهب إلى قبرها إلا بعد أن ينام الأطفال، بعد أن ينامون والناس تنام يخرج أمير المؤمنين في ظلام الليل، يقف على قبرها تهيج به الذكريات، وأي ذكريات، مالي مررت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جواب، يخلي خده على تراب القبر يقول أنا مشتاق وجيت أجل القبور، أنا مشتاق وجيت أجل القبور وعقب عينك بعد ما أريد العمر، شلون أخدك طاب لو، شلون ضلعك طاب لو بعد الكسور، شلون أخدك بعد أحمر من صبر، يقول بعد يا ريت اللي جرى يندار، بعد يا ولا خلى على حالي حال بعدات، يا زهرة أريد الموت بعد ما تشل بدنياي بعدك، يا ليلة من الليالي أمير المؤمنين هو يبكي على قبر الزهراء، يقول حتى وضع رأسه وغفى، وقف على قبرها، ها، وإذا الزهراء تقول له قم يا علي وارجع سريعا، لما يا فاطمة؟ قالت يا علي استيقظت زينب وها هي باكية والله زينب يا حيدر قوم ليها، قوم ليها وسكن راعها وصبر عليها، صبر عليها أخافا على بنيتي من بجيها، والله خافا على بنيتي من بجيها تموت ومن يبارع يا أهل الحسين. رجع مسرع أمير المؤمنين للدار ولقى زينب، تصور المنظر، 5 سنين عمرها،
قاعدة أمها ماكو، علي ماكو بالدار، وإذا رايحة الحجرة أمها ها هناك تون وتبشي. قلها يمه ون الحجرة تبلشن تسمعين وعاين على مجان البيت قعدة. يما عاين على المجان البيت قاعدين، اول عليا جايم قلب الحنين يا يم. يما يما شحال اليتيم العافتم، والله العافتم العافتم عقب ذاك الحضن يا ولي ظم. ظلم الدار ظلم الدار يما بعيني ظلم. بيت الدعاء بيت الدعاء، هذا موقف لزينب مع الزهراء صلوات الله عليها. اجى علي نشف دمعته، سكن روحها، صبرها عليها، لكن من صبرها ليلة 11 صير وين اجي يمه يرزقي. وين اجي يمه يرزقي يرزقي زينب وحيدة بهالمسير. يمه وزينب وحيدة بهالمسير، يمه وحزين برمع للوطير. يما وعباس عالشاطر مي والصبح يردون سبي. قل لي اليوم شلون بي. لا بد أن ترد القيامة فاطم وقميصها بدم الحسين ملطخ. وأني قبل الدعاء كلمات لابد منها أيها الأحبة. نشكر الله تعالى وإياكم على هذه النعمة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سأل الله أن يديم علينا نعمة هذه الخدمة لأهل البيت صلوات الله عليهم. يا الله وفقنا وإياكم أن نحيي هذه المجالس في هذا الشهر الفضيل. شكرا لك يا رب. شكرا لكم أحبائي جميعا أهل الرفاعة الطيبين على حضوركم المميز، تفاعلكم الدائم مع مآتم الحسين. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا المأتم لكم ولأهلكم لعوائلكم لذويكم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله حرز في الدنيا والآخرة بمحمد وآل محمد. المأتم أحبائي هو للكل، وحلقة بعد حلقة القائمين والمشاركين والحاضرين والقارئين والكل مشترك. هذا المجلس مو لأحد أبدا، للكل هذا المجلس أحبائي. فكلكم إن شاء الله تعالى تأخذون أجركم وثوابكم إن شاء الله تعالى. والشكر موصول لكل من وقف لحماية هذا المجلس، الأخوة اللي في الأبواب للتنظيم وللحماية، الأخوة في الشرطة جزاهم الله خير، اللي بالباب واللي في مداخل الحسينية. أسأل الله تعالى أن يشركهم في ثواب المجلس، وأكيد هم مشتركون معنا، لأن تدري من قبل المجلس إلى بعد المجلس هم واقفين على رجليهم، إحنا قاعدين هنا ونقرأ ونسمع ونبكي وهم واقفون هناك. أسأل الله تعالى أن يوفقهم ويحميهم، إضافة إلى واجبهم هو لهم أجر وثواب واشتراك في مجلسنا هذا إن شاء الله تعالى. طبعا أحبائي الشكر
والامتنان إلى جميع العاملين في قناة الولاء الفضائية، متبرعين أن ينقلوا هذا المجلس في كل يوم. تدري كثير من الفضائيات هي تريد أموال وتتعامل مقابل وكذا، وإذا هم جزاهم الله خير تبرعوا وفاء منهم لكم أيها الأحبة. أسأل الله أن يوفق مديرها وكادرها وكل من يتعب على بث هالمجلس هذا إلى الناس حتى تستفيد الناس وتأخذ الثواب كما تأخذونه أنتم أيها الأحبة، جزاهم الله خير. وحقيقة يعني هؤلاء قدموا وفاء لأهل الرفاعي ووقفوا معهم في مشاكلهم، وتدري الكثير من الأخوة اللي متابعيهم رفعوا شعار بأيام معاناتنا من الهزات الأرضية، رفعوا شعار على فضائيتهم لأيام طوال أنه أنقذوا مدينة الرفاعي من الهزات، وفاتحوا الحكومة واستغاثوا بمن استطاعوا أن يوصلوا إليه الصوت، فجزاهم الله خير عن أهل الرفاعي جميعا. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا أن نرد لهم الجميل، فشكرا جزيلا لهم. أحبائي الله يرحم الأموات المؤسسين لهذه الحسينية، إحنا بلا ما نقول هم مشاركيننا والله، إي والله كل من شارك في الصرح هذا الحسيني، كل من أسس وشارك في هذا المجلس قديما وحديثا، كل من كانت له اليد في هذا المجلس الحسيني، أسأل الله تعالى أن يشركهم في ثواب هذا المجلس وأن يدخل على قبورهم السرور بمحمد وآل محمد. وأسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم على حب محمد وآل محمد، وأن يعيد علينا هذه الأيام ونحن بأحسن حال. كلمة أخيرة، أنه أطلب منكم السماح وبراءة الذمة، إي والله، وإن عادت هالأيام وأنتم بخير فأسألكم الدعاء حيا وميتا. إي سيدنا باكر، تعرفون آخر جمعة أحبائي من شهر رمضان، هذه السنة التي سنها الإمام الخميني رحمة الله عليه، هو أنه نشارك ونرفع كلمة ضد الظالم ونشارك المظلومين ولو بكلمة أيها الأحبة، يوم القدس العالمي. الأخوة إن شاء الله بثمانية ونص الصبح تنطلق المسيرة من ها هنا من حسينية الرفاعي، يوم القدس العالمي كما سماه ودعا إليه الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه. أسألكم براءة الذمة أحبائي، جزاكم الله خير، أسأل الله القبول بحق الزهراء. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، أما يجيب المضطر إذا دعاه، إلهي بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، ربي لا تخرجنا من هذا المجلس إلا بغفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب وشفاء المرضى وقضاء الحوائج ورحمة الأموات. ربي أصلح ما فسد من أمور ديننا ودنيانا، أعد علينا هذه الأيام ونحن بأحسن حال، أعدها علينا وبلدنا يرفل بالأمن والأمان. اللهم نستودعك حماة الدين والوطن، لولاهم ما صمنا ولا صلينا ولا جلسنا في مجالسنا أيها الأحبة. أسأل الله أن يحفظهم وينصرهم، وإن شاء الله تعالى الإعلان إن شاء الله عن النصر النهائي إن شاء الله قبل العيد إن شاء الله. هالأيام أيها الأحبة خاصة في الموصل القديمة
معارك شرسة أحبائي، انصروهم بالدعاء إن شاء الله يا ربي، الله يحميهم ويرجعهم منصورين سالمين غانمين بمحمد وآله الطاهرين. وأسأل الله تعالى أن يوفقكم جميعا ويحفظكم جميعا ويعيدها عليكم بخير وأمان. نسينا الأخوة الشباب المصورين، الله يحفظهم إن شاء الله تعالى ويبارك بهم ويوفقهم لخدمة محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج بمحمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك في هذه ومتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.